مرحبا بيكم في حلقة جديدة النهاردة، موضوع جديد عن موضوع الأبراج. وزي ما طلبت مني ان احنا نبدأ نقسم نعمل فيديوز مجمعة عن الأبراج، والنهاردة قررت ان نعمل فيديو مجمع عن يعني الأبراج بتضرب الرقم القياسي في ايه. لو قلنا كل برج هيضرب الرقم القياسي بصفة معينة، يا ترى هتكون ايه هي الصفة دي؟ فعشان كده قعدت ارتب كده وكتبت زي لست كده كل برج ايه الصفة اللي هيضرب الرقم القياسي فيها. عايزه منكم قبل ما تيجي في الفيديو تقولولي انتوا برج ايه بتضربوا الرقم القياسي في صفه ايه. يعني مثلا انا اقول لكم انا برج العذراء مثلا بضرب الرقم القياسي في بلا بلا بلا، قولولي تلات صفات بتضربوا الرقم القياسي فيها، سواء صفه جيده او صفه نص نص. طيب بليز كمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا. طيب تعالوا نبتدي باول برج هو برج الحمل. الحمل انا هقول مثلا كراشن هو بيضرب الرقم القياسي في الثقه في النفس. برج الحمل شخص واثق في نفسه بلا حدود، يعني نو واي تقابل شخص من برج الحمل ما عنديش ثقه في ثقه في نفسه. تاني حاجه بيضرب الرقم القياسي في الشجاعه. برج الحمل برج شجاع جدا جدا، يعني في الشجاعه ما عندوش يوم مرحميني، فهو شخص شجاع قوي قوي. تالت صفه هنقول ان هو بيضرب الرقم القياسي فيها وهي العند. برج الحمل من الابراج العنيده اللي راسها ناشفه ودماغها ناشفه جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على تاني برج انا برضو بحبه جدا، هو برج الثور. برج الثور بيضرب الرقم القياسي في التجاهل والتقل. برج الثور لو حب يتجاهل حد هيعقده في حياته، هيكرهه في اليوم اللي اتولد فيه، يعني هيعتبره مش موجود اساسا، هو اتعامل معاه كانه هو عباره عن هوا، انا مش شايفك اصلا، انت فين، انا مش قادر احدد مكانك. تاني حاجة التقل، برج الثور يعتبر من اكتر الناس التقيلة جدا. برج الثور من الاشخاص اللي هنقول عليها تقيلة، يعني تقيل او راسي او وقور كده، يعني هو شخص تقيل قوي قوي قوي. من صعب جدا ان انت تقابل شخص ينافس برج الثور في تقله، فانت لو بتقرر او عايز تقرر او عايز تنافس برج الثور في التقل انت هتفشل فشل ذريع وما تحاولش اصلا. تالت صفة انا هقول عليها برضو برج يعني بيضرب الرقم القياسي فيها برج الثور، والاخلاص. برج الثور من اكتر الابراج المخلصه شئنا ان ابينا، يعني ممكن نعتبره في التوب 3 في اول ثلاث مراتب متقدمه في الاخلاص. يعني الثور لما بيحب بجد من النوع اللي ما بيشوفش حد في الدنيا غير الشخص اللي بيحبه، بيبقى اكتر من 100% مخلص للشخص اللي بيحبه بجد. طيب ثالث برج هنتكلم عنه هو برج الجوزاء. الجوزاء بيضرب الرقم القياسي في الهزار، يعني هو بيحب يهزر قوي، يعني هو شخص بيحب يهزر بيحب الهزار جدا، دمه خفيف، يعني هو دمه خفيف ما ببطلش هزار، بعدين هو بيحب النكت، يعني تلاقيه دايما عمال ينكت عمال يضحكه، دايما صديقك بتاع برج الجوزاء تلاقيه ما بيعرفش يسكت من غير ما يهزر، من غير ما يبقى بيستخدم حاجات تضحكك، هو هتلاقيه بيضحكك كده. تاني حاجه طلاقه اللسان، برج الجوزاء متحدث لبق جدا، بيعرف يتكلم بيعرف يستخدم الكلمات بطريقه جيده، علشان كده هو ينفع يعمل سبيتشز ينفع يتكلم، فدايما بيعرف يستخدم ويعرف يخرج من اي موقف بذكاء كده علشان هو بيعرف يطلع نفسه بالكلام من اي موقف هيتحط فيه. برضو تالت حاجه هنضرب بيها المثل في او يعني بيحقق الرقم القياسي في الفضول. برج الجوزاء شخص فضولي جدا، يعني انت لو عايز تجننه علقه في حاجه، علقه يعني مثلا قول له على فكره عايز اقول لك على حاجه، بعدين قول له بعدين الحركه دي هتجننه وتخليه يلف حوالين نفسه صدقوني. فهو من اكتر الابراج الفضوليه. قولوا لي يا جماعه الكلام ده متفق معاكم ولا لا، قولوا لي انتوا بتحسوا ان انتوا تضربوا الرقم القياسي في ايه. نكمل بعد كده برج السرطان. برج السرطان هيضرب الرقم القياسي في المزاجية. برج السرطان شخص مزاجي جدا جدا، مودي، يعني هو سوبر مودي، يعني ممكن يبقى مبسوط وفرحان وبيهزر ومعندوش اي مشاكل اصلا ولا اي حاجة، وفجأة فجأة تلاقيه قفش كده وموده اتغير، انت مش فاهم طب انا عملت ايه، طب انا ما عملتش حاجة على فكرة، يعني what happened، مفيش، هو بس فجأة كده الهوبة جات له ففجأة بقى مودي. تاني حاجة السرطان هيضرب المثل
قصدي هيضرب الرقم القياسي في حب البيت، يعني سرطان بيتوتي قوي، من اكتر الابراج اللي هنقول عليها ان هو بيتوتي، بيحب قعده البيت، ما بيحبش خروج كتير. يعني بالنسبه له مثلا تقول له تقعد تتفرج على موفي نايت في البيت، ولا تخرج مع شله صحابك اللي بتحبهم طول حياتك، صحابك من ايام الجامعه وايام المدرسه، يقول لك لا انا هقعد في البيت. هو شخص بيتوتي قوي قوي. والتالت حاجه هيضرب فيها الرقم القياسي الجدعنه. السرطان شخص جدع، شخص جدع من بالفطره، حتى وهو طفل هيبقى جدع جدا جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على برج الاسد. الاسد هيضرب الرقم القياسي في حب نفسه. يعني الاسد بيحب نفسه قوي، يعني شايف نفسه جدا، مش شايف نفسه، مش هقول مغرور، بس هو بيحب نفسه، مقدر قيمه ذاته، عنده استحقاقه عالي جدا، عارف قيمه نفسه، عارف قيمه ذاته. تاني حاجه هيضرب فيها الاسد الرقم القياسي وهي الفخامه. هو بيحب الفخامه كده، ده بيحب اي حاجه فخمه، بيحب الهدايا الفخمه، بيحب الاماكن الفخمه، بيحب اللبس الفخم، البراندز. هو شخص فخم بيعشق الفخامه. تالت صفه هيضرب بيها يضرب بيها الرقم القياسي برج الاسد، وهو عشق النجاح. يعني هو شخص عاشق للنجاح، ما بيعرفش يفشل، هو يهنجح يهنجح. تدخل بقى على الملك بتاع الابراج يا جماعه، ما احبش اتكلم عن نفسي كتير خالص خالص، تعرفيني، هو برج العذراء. العذراء يضرب الرقم القياسي في الذكاء. العذراء شخص ذكي جدا، شخص مخه شغال على طول، بيفكر كتير، يعني قوي الملاحظه، سريع البديهه، بيلقطها وهي طايره عشان هو بيركز في التفاصيل، فتحس ان هو شخص ذكي، بيلقط حاجات كتير قوي انت ممكن ما تاخدش بالك منها. تاني حاجه في النظافه، العذراء موسوس نظافه. لو انت شخص ما بتهتمش بنظافتك الشخصيه، نظافه جسمك ونظافه لبسك ونظافه شكلك، انسى ان العذراء يعجب بيك. لو عنده وسواس قهري في موضوع النظافه، شخص موسوس عنده OCD نظافه، واسالوني انا يا جماعه، انا ممكن اقطع علاقات بناس بعشقهم عشان حته النظافه دي. تالت حاجه العذراء هيحقق الرقم القياسي فيها هو طيبه القلب. هم ما بيعرفش يأذي. العذراء لو حد جه تحت رجله، الحد ده ظلمه او تعبه او قسى عليه، هم بيعرفش يأذي. العذراء مش شخص مؤذي اطلاقا، ومش بيحب الاذيه. يعني هو لو جات له الفرصه ان هو يأذي او ينتقم، هو هيترفع لان هو بيكره الاذيه. تالت بعد كده ندخل على برج الميزان. برج الميزان هيضرب الرقم القياسي في الشياكه. برج الميزان من اكتر الابراج الشيك جدا، اللي بيعرفوا يلبسوا كويس قوي قوي، بيهتموا بالاليجنس بتاعتهم، بالاناقه بتاعتهم، بالستايل بتاعهم، بشكلهم. حتى الطفل الميزان كده تحس ان هو بيعرف يلبس، فهو عنده اللبس والمظهر وحاجه مهمه جدا جدا. بالعكس هو شخص سطحي، بيهتم قوي بالشكل. يعني بعد كده الميزان هيضرب الرقم القياسي في التردد. محدش يقدر ينافس برج الميزان في تردده في اخذ اي قرار في حياته، حتى لو قرار سهل او قرار صعب. ما بيعرفش الميزان ياخد قرار، ودي حاجه او عيب، انا مش هقول عيب، يعني حاجه، يعني هو بيبقى محتار قوي قوي فعلا. هو ممكن تضايق الناس بتتعامل معاه، لان هو مش مستقر في قراراته اطلاقا. تالت حاجه هيضرب فيها الميزان الرقم القياسي فن الرد. الميزان ما بيسكتش ولو لازم يرد. افتكر كده اي حد ميزان انت قلت له حاجه، ايه اللي هيرد عليك؟ هو ما بيعرفش يسكت، لازم ياخد حقه، وحقه قولا، يعني على طول بياخد حقه بالبق، ولازم يرد، وبيعرف يرد حلو قوي. فهو يعني ايه، ما بيسكتش حد يستفزه او حد يقول له حاجه، لا الميزان هيعرف يستفزه وياخد حقه، لان هو يعني بيرد، وبيرد قوي كمان، يعني شخص قوي بيرد بقوه. طيب بعد كده هندخل على العقرب. العقرب طبعا مما لا شك فيه هيضرب الرقم القياسي فيه. قولوا يا جماعه صحيح الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قولوا لي برجكم بيضرب الرقم القياسي في ايه. العقرب في الغموض. العقرب شخص غامض جدا جدا جدا، فنوي تقابل حد غامض جدا زي برج العذراء. ممكن الجدي نفسه في الغموض برضو، يعني الجدي والعذراء الاثنين غامضين، سوري العقرب، الجدي والعقرب غامضين جدا، فمفيش هيضرب الرقم القياسي في الغموض. تاني حاجه هيضرب فيها الرقم القياسي برج العقرب، وهو ان هو ما بيسيبش حقه. يعني العقرب هجيب حقي، يعني هجيب حقي. العقرب مش شخص اطلاقا ممكن يتفانى على ان هو يسيب حقه، لا بيعرف يجيبه، بيجيبه بذكاء، وبياخد حقه. برج العقرب من الابراج اللي بتضرب رقم قياسي في اخذ حق. هو ما رافع مبدا اخذ الحق حرفنا. تالت حاجه هيضرب فيها رقم العقرب الرقم القياسي هو الحنيه. هو من اكتر الاشخاص الحنينه جدا جدا جدا. ندخل بعد كده على برج القوس. برج القوس هيضرب الرقم القياسي في
الاندفاعية والتهور. أكتر شخص متهور، محدش يقدر ينافسه في التهور والاندفاع. تاني حاجة هو حب الانطلاق. القوس بيعشق الحرية، بيعشق حب الانطلاق، ما بيحبش حد يقيده ولا حد يفرض عليه رأيه. فلو بتحب حد من برج القوس اوعى تفكر ان انت تقيده او تحدده، لان ساعتها تفشل فشل ذريع جدا. كمان القوس هيضرب الرقم القياسي في الشياكة، برضه هو شيك جدا، بيعرف يلبس حلوة قوي، بيحب الأناقة كده وبسيط حتى يعني، بس هو بيحب يظهر ان هو شيك جدا جدا زيه زي اخوه برج الميزان. طيب بعد كده برج الجدي. برج الجدي بيضرب الرقم القياسي في عشق العمل. اول حاجة في حياته هو حب العمل. تاني حاجة في السكوت، الصمت. برج الجدي عنده استعداد يقعد ساكت كتير جدا جدا، بيعبرش عن مشاعره، ما بيتكلمش كتير، فدايما هيصدمك بحبه وعشقه ليه ان هو ان هو ساكت على طول، ساكت ما بيتكلمش، هتحس ان هو هيجننك، يا عم اتكلم بقى، يا عم اتكلم خلاص كفاية. تالت حاجة سرعة البديهة بتاعت برج الجدي، ان هو قادر على قراءة اشخاص الاخرين، دي برضو بيضرب الرقم القياسي فيها. قولوا لي يا جماعة الكلام ده مظبوط ولا لا، وبتتفقوا معايا ولا لا. ندخل بعد كده على برج الدلو. برج الدلو هيضرب الرقم القياسي في عشق الحرية، حريتي ثم حريتي ثم حريتي. ما بيحبش متمرد، التمرد يا جماعة. برج الدلو بيضرب رقم قياسي في التمرد والعند. واخر حاجة حاسة السادسة بتاعته، عنده حاسة سادسة قوية لازم يتخاف منها. بعد كده وصلنا لاخر برج معانا، هو برج رقم 12 وبرج الحب بتاعي برج امي، برج الحوت. برج الحوت هيضرب الرقم القياسي في الكرم. برج الحوت شخص كريم جدا جدا جدا. تاني حاجة هيضرب الرقم القياسي في حب الغير، يعني دايما الحوت هتحس ان هو بيحب يعمل حاجات حلوة، بيحب يساعد الناس، بيحب يعمل خير، فدايما هتلاقيه معطاء في الحب. اخر حاجة هيضرب الرقم القياسي فيها هي الحساسية الزيادة، لان هو شخص حساس قوي قوي. في حد بيقولي ممكن تعملي فيديو عن مين هم الابراج الاكثر حساسية، اوعدكم ان احنا نعمل الفيديو ده. قولولي الكلام ده مظبوط ولا لا، قولولي تفرجوا عليا من فين، وانتوا برج ايه، بحبكم جدا جدا. قولولي انت برج ايه وبتضرب الرقم في ثلاث صفات، احكوها لي سواء سلبية او ايجابية، بس بتحس ان انت بتضرب الرقم القياسي فيها. اعملوا شير كتير كتير لاصحابكم، هسيب لكم فيديوز على اليوتيوب هنا اتفرجوا عليها، وقولولي الكلام ده مظبوط معاك ولا لا. لو حد معترض عرفوني رأيكم. شكرا، بحبكم.